الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة بهذه الأمسية التراثية المميزة التي انطلقت في هذا المساء وبهذا التحدي برابع أيام هذا المهرجان الكبير والكرنفال المميز، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، انطلاقة الشوط الخامس لفئة اللقاية اللقاية بكار الانتاج ينطلق من مسافة 5 كيلومترات، هنالك شلفة فضية بالانتظار والسيارة BMW X5 تنتظر احدى هذه الاسماء والشعارات الكبيرة التي تتواجد باحثة عن هذا الرمز الغالي، باحثة عن هذا الناموس والانتصار في هذا المسار، نتابع هذه الاسماء، نتابع هذه الشعارات المميزة التي تتواجد في هذا التحدي الكبير، نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع البداية ومع الأسماء الكبيرة، تتواجد مصادر لصالح بن حمد القمرة راعي بيض النس، هنا رمز في الشوط الماضي محقق الرمز مع منادي في شوط اللقاية لقعدان العمانيات، يصل مع مصادر صالح بن حمد القمرة يتابع هذا التحدي باحثا عن الشلفة الفضية والرمز الثاني برصيده في هذا المساء، نتابع المركز الثاني القادم الظبي مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري يتقدم مشاركا منطلقا في مسار انطلاقة الظبي، بينما المركز الرابع أتابع الصيدلية بشعار صالح بن حمد بن صالح بشريده العذبة يتواجد مشاركا شعار وهيلة صاحبة الشلفة الفضية بأول أشواط هذا المساء، يتقدم مشاركا بتواجد الصيدلية، بينما المركز الرابع وصلت هنا انخوة لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجل يتقدم متواجد في هذا التحدي، متواجد في معركة هذا الشوط، ايضا هذا الشعار يبحث له عن رمز اخر في هذا المساء، بينما المركز الخامس نتابع القادمة فوز او القادمة اركان لمحمد بن سعد بن محمد بن سالم آل سعد يتقدم مشاركا مع اركان، واحدة اركان هذه المنافسة تتواجد في هذا التحدي الكبير وبهذه المنافسة المميزة، هذه النتيجة للخمس الاسماء الكبيرة، للخمس الاسماء التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي، في موقع المنافسة، في موقع النزاع والصراع من اجل الشلفة الفضية ومن اجل الناموس والانتصار، نتابع هنا الاسماء، نتابع هذه الشعارات الكبيرة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر، نعود مع البداية والصراع المقدمة بن سفران حاملا للرقم 1 مع الظبي التي بدأت تتسلل الى المركز الاول، مسفر بن علي بن سفران يتقدم بالصدارة يتسلل الى صدارة هذا الشوط، ولكن بشريدة قادم، الصيدلية الباحثة عن الشلفة الثانية برصيد الشعار، بشريدة يتقدم صالح بن حمد بشريدة، بينما هنا الشنجل بدأ يتقدم، بدأ ينطلق في موقع التحدي والمنافسة مع انخوة القادمة والحاضرة، اعرفها جيدا احدى اسماء هنا الاسماء القوية نخوة مع صدارة تتسلل بالشعار محمد بن ناصر بن محمد الشنجل، نتابع هذا التسلل، نتابع هذا الحضور المميز واللامع من هذا الشعار العملاق الذي يتواصل في مسار هذا الشوط، الشلفة يا الشنجل، الشلفة بالانتظار، الشلفة، ولكن نتابع الاسماء القوية التي تشارك في هذا التحدي الكبير، القادمة اركان محمد بن سعد بن محمد
محمد بن سالم بن سعد على المركز الثاني، ولكن ربشة غادمة، وبن جرحب بأول نداء يتقدم يتسلل رويدا مع ربشة التي انطلقت مباشرة مع المركز الثاني. فهد بن محمد بن علي بن جرحب المري، هناك أركان على المركز الثالث تتقدم بالشعار محمد بن سعد، محمد بن سعد هنا يتقدم على المركز الثالث، ورابعا مصادر القمرة يتقدم صالح بن حمد القمرة، هنا الشعار السندباد القطري مشارك في هذا التحدي، بينما المركز الخامس أتابع كسب غادم لعبد الله بن علي بن جهيم المري بأمال وطموحات أبناء ميدان الشهيد، يتقدم باحثا عن الشلفة الفضية، باحث عن هذا الإنجاز التاريخي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة، ولكن حجاب نخوة مع البداية تنفرد في مقدمة هذا الشو. محمد بن ناصر بن محمد الشنجل يتقدم يتابع هذا التحدي مع الكلمة الأخير، يلا يا راشد، يلا يا راشد، الشلفة بالانتظار، ولكن أهالي ميدان الشهيد قادمين حاضرين من أجل المنافسة، متواجدين في هذا المهرجان المميز، مشاركين مع كسب على المركز الثاني عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري، يتحرك يريد أن يكسب الناموس، يريد يظفر الشلفة، ولكن نعود مع نخوة الشنجل مع البداية، محمد بن ناصر بن محمد الشنجل، ولكن كسب قادمة، تريد أن تكسب هذه الشلفة الغالية، عبد الله بن علي بن جهيم المري، ولكن القادم طالب بن شريان المري، مع الواعية أهالي الكويت قادمين حاضرين مشاركين في هذه المنافسة، ترهون على المركز الرابع، غادم حسام بن زيد بن محمد بن انديلة غادم مع هذا التحدي، غادم مع هذه المعركة، أهالي الكويت مع المركز الأول والثاني بن شريان وبن جهيم الواعية وكس، وترهون على المركز الثالث، ولكن اللحظات الأخيرة ولعت المنافسة، الشلفة الفضية بالانتظار كسب مع اللحظات الأخيرة، الواعية ولكن ترهونة، راعي الوعب غادم، ولكن بجهيم ما زال صامت، كسب وترهونة ولكن كسب، هنا أهالي ميدان الشهيد يكسبون الشلفة الفضية، تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن جهيم المري على فوز الكسب وتحقيق للشلفة الفضية، وسلام لأهالي ميدان الشهيد. المركز الثاني ترهونة لحسام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح، المركز الثالث الواعية لطالب بن شريان بن محمد المري، المركز الرابع نخوة لمحمد بن ناصر الشنجل، المركز الخامس مصادر لصالح بن حمد القمرة. هكذا مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل، تابعتم معنا المنافسة والتحدي في شوط اللقاء الإبكار والشلفة الفضية للإنتاج، فكانت المعركة طاحنة، وأهالي ميدان الكويت مشاركين في فرحة هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس لابد أن ننتزع لنا رمز غاليا بأشواط هذه الأمسية التراثية المميزة. بن جهيم ينتزع الناموس، وسلام للكويت، سلام. 7:27 81 جزء من الثانية، تايو الناموس لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري على فوز كسب وانتزعها للشلفة الفضية. المركز الثاني ترهونة 7:27 93 جزءا من الثانية، تهاني والناموس لحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري على فوز ترهونة في المركز الثاني. المركز الثالث أيضا أهالي الكويت مع الواعية 7:28 47 جزءا من الثانية، تهاني والناموس لطالب بن شريان بن محمد.